سؤال أستاذ رفعت، يعني هل ترى أنت أنه فعلا نحن مقبلون على تغيير نظام عالمي أو تغيير منظومة الصراع من خلال هذه المناوشة؟ طبعا لا ما يشرحها بعمل إلا كيها بشكل يعني واضح. ما ملامح هذا الموضوع؟ هذا ليه كل أمامنا يا سيدي شو عمره من 2006 يعني هذا يعني فعليا هذا الظهور المقاومة الشيعية ظهرت بمعركة 2006 بين حزب الله وإسرائيل. تسمح لي شوي. وبعدين عام 2000 يا أخي مثل ما كان في هن هيك بيسموها، أنا ما عم أجيب لك من عندي، عم أستعمل مصطلحاتهم. أنا قلت لك شرحت لك بشكل واضح وليكوا أمامنا حقائق. هيدي المقاومة السنية العربية تم قبرها، طلعت لنا مقاومة جديدة أنترناتيفة. هلأ الصهاينة أو ما بعد الصهيونية ما بعد المحافظين الجدد، إذا استطاعوا قبر المقاومة الشيعية بزعامة إيران سوف يأتي انترناتيف آخر، سوف يأتي حل، ممكن يرجع ترجع المقاومة المسيحية الأرثوذكسية. لكن لا عندنا دلوقتي تخبط في موقف الاتحاد الأوروبي. لا مخالفات هذا التطور، هذا التطور اسف انك طيب. هذه خرافات يا سيدي الكريم. الصهيونيه الله يخليك، الصهيونيه الحاليه هي عدوه المسيحي وعدوه اليهودي وعدوه المسلم وعدوه كل انسان تحرري. هي ما قلت لك شو قلت لك قبل هيدي قبل. فبالتالي هذا الثالوث هذا الثالوث في فلسطين اليوم، هذا الثالوث في مظاهرات توازن، لو كان وقت اثنين كانت انتهت من زمان. المظاهرات المؤيدة لفلسطين في أوروبا تشاهد المسيحي واليهودي والمسلم ماشيين يا أخي. أوروبا وأمريكا عندهم بعد المسيحي. أنا بحكيك على المواطن مهما قال لك أنا علماني وأنا حداثي، بس بدلنا بس خلونا نسمع بعض. طيب فبالتالي يا سيدي الكريم فبالتالي اليوم الجميع متفق على اللا اتفاق في هذه المنطقة. اليوم أنا بحواراتي، أنا قمت بحوارات صراحة مع أحد الإسرائيليين سابقا بشكل أو بآخر، قلت له يا أخي مش أنتوا دولة سلام، مش أنتوا دولة ديمقراطية وتعددية وبرلمان؟ جميل جدا. قلت له العديد من دول العالم اليوم تريد السلام خاصة في سوريا، في لا أحد يريد صراعات، خلينا أخذهم على أدعائهم. قال لي لا يسمح لنا نحن في مرحلة الإدارة الأمريكية لا تسمح بأي سلام بهذه المنطقة، حتى مهما كانت تكون ملامحه. عندما بدأت الثورة السورية في 2011 ماذا خرج علينا مخلوف؟ ماذا قال؟ أمن إسرائيل من أمن سوريا. أمن سوريا من أمن إسرائيل. من يبقي اليوم على بشار الأسد هذا المقاوم الذي جلس معه قبل سنين الإرهاب إسماعيل هنية؟ من يحفظ إسرائيل التي تريد إسرائيل بقاء بشار الأسد؟ إسرائيل قالت لا يوجد أحد أفضل. ترتاح من الجهاد السني؟ لا لك يا أخي. لا لحظة هنا، أنا بعيدا عن كلمة الجهاد، أنا لا لا لا, لا, لا بدك عن إسرائيل. أنا ما أشرح لك كيف يفكر الإسرائيلي. أنا أراها ثورات شعبية في سوريا. أنت قلت أن المقاومة السنية انتهت. لا، هذه القوامة السنية ما تو. أنا ضد الاستسمية سني ومسلم. لا 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 هذا إسرائيل هيك بيفكر. أنا لا 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 ما في نفتر. لماذا يوجد 20 جيش في سوريا اليوم؟ لماذا برأيك لماذا يوجد 20 جيش في سوريا؟ لماذا يوجد الروسي والأمريكي والاتحاد الأوروبي والتحالف الدولي كله بما فيها تركيا وما فيها إيران؟ عمال شوي. لماذا هدول ليش موجودين اليوم في سوريا؟ حتى لا تقوم ثورة، حتى لا يكون هناك نظام حقيقي ديمقراطي تعددي يشمل كافة السوريين الموجودين في هذه الجغرافيا، لأنه تهديد حقيقي، لأن هذا الاستقرار هو التهديد الحقيقي ليس لإسرائيل فقط المدرسة، ولكن لكل دول المنطقة. الله خلينا نأخذ نقطة النظام. لأن أنا عندي بعض أسئلة بشكل سريع. السني وجاءت مقاومة شيعية. لا يوجد مقاومة شيعية سيدي الكريم. أصلا أجندات الدين الشيعي هي متفقة مع أجندات بني صهيون صراحة. ما هيك التبسيط. طيب هلأ خلونا يا أخي اسمح لي شوف حرب 73 مين دفع ثمنها؟ لبنان. حرب 2006 مين دفع ثمنها؟ سوريا. هذا المفهوم الإسرائيلي لتحطيم العدو، عرفت كيف؟ يعني القضية ما أنا بها التبسيط هذا. سوريا لم يدفع الثمن يوما، حتى اليوم لم يدفع الثمن. ما أنت عم تقلي كيف سوريا الشعب السوري أصبحت كيف أصبحت سوريا؟ ما له علاقة اليوم الشعب مهمش. مرة سألوا اليوم 10 مليون سوري ما بين أوروبا وما بين الأردن وتركيا ومصر. سيد أحمد
سألوا لك كيسنجر شو رأيك بسوريا شو ما قال لهم الصوملة الحل الكيسنجري لسوريا صوملة سوريا مثل الصومال يعني يعني دولة ما اليوم ما بعد العصر الحجري ما قبل العصر الحجري يعني عرفت كيف فما هيك تقرأ الأمور لأنه أنا ساعد بدي حطم بدي حطم العدو تبعي عندي يعني. عندي ثلاث أسئلة إحنا خارج المعادلة ما في أمل نحطم ولا عدو إذا عم بحكي على بحكي منطق الشعوب صراحة. يوم اللي بدي حطم العدو تبعي عرفت كيف يوم إسرائيل تحطم أعداء الأعداء اللي ما هيدي عندها ثلاث هيدي العسكري الجيش السمارت باور مع الانتليجنس سيرفيس هيك بتحطم الاعداء تبعيتك هيك السياسي هي هذه هي السياسة عرفت كيف ما نجي نبسط الامور ما في لانه في الصراع عندما يكون صراع خارج الجيوش اصعب صراع هذا وادارته صعبه وقراءته اصعب انت ما عم مثل ما عم تقرا انت انه كلياتهم كلياتهم خونة عم يتعاملوا مع بعضهم ما بصير شو خارج ماذا خارج الجيوش إيه؟ فعندما قامت مواجهات ما بين الشعب والجيوش انتفضت الجيوش كاملة ضد الشعب.